كون ليش بالله؟ لانه تيك توك. والله انت حطيتي حالك في التيك توك، ما تيك توك فيك تجمع فيه حسنات، يعني مو بس مصاري رخيصه، حسنات فيكم تجبدوها، فيكم تاخذوا حسنات. ما انتو هو ذاته اللي بالتيك توك او بالشارع هو نفس الشيء، انتو ما راح تتعرضوا بالشارع هو تدريب، مثل بالشارع، مثل على التيك توك، مثل اي موقع تاني، حتى بينك وبين نفسك، حتى بينك وبين نفسك تدريب لنفسك، لان تكون انسان معتدل في نفسك، مهذب. يا اخي احنا في صرنا في زمن كله فايت في بعض، كله ما بيفرق ما بين حلال وحرام، كله لا بنفرق ما بين عيب وكلمة العيب تربينا عليها، صرنا بنشوفوها شيء طبيعي عادي. برق لبوجهك انت تافهين. الله مستعان، والله الله مستعان، والله العظيم شفتوا، والله العظيم، والله شوف، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا أنت اخترت لنفسك إنك تحترمها، والله العظيم فكان أحسن الاختيار. عمره ما كان الاحترام ضعف، بالعكس. أنا فيني هلأ، يمكن بعض المتواجدين هون شافوا ردة فعلي، والله أنا بجاوب ردة فعل أقسم بالله بتبرك الكلب الأحول. بس لا، ما بحب هالأسلوب، ما بحب أطلع من اللايف، يمكن يعني فيه كذا حدا يستفزني، فأنا بقول له تعا أنا فيني يجاوبك، فاهمة؟ مشان الناس الجداد يتعرفوا كمان على فاطمة، لأنه القدم بيعرفوا فاطمة كيف بتصرف، الناس القدم بيعرفوا فاطمة كيف بتكون ردة فعلها. أنا إنسانة ما بخجل، أنا ما بخاف حدا إلا ربنا سبحانه، ولو بدي جاوبك وامسح بيك البلاط وخليك انت محتوى هون. بس شو الفايده؟ يعني شو الفايده اذا 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 كانت عندي من الاسلحه الغاليه وهدف رخيص؟ احترموا انفسكم، احترموا، والله احترموا تربيه اهلكم فيكم. والله انا لو قلت كلمه صدقوني ما بيزعجني الا وانا مثلت تربيه اهلي هون عم مثل تربيه اهلي. وصدقوني أهلي ما بيرضوني إلا مكون إنسانة قوية، وبيعرفوا إنه فاطمة حتى وتضل هون بتضل مثل الرجال معكن، وشايفين يعني من بداية البث ما في غلط على حدا، ما في غلط، وما بدي أغلط على حدا، بالعكس ياريت نضل هيك نقعد وهيك قاعدة محترمة وخلاص. انتو انا هرب علي النوم لاني مرضانة، وانتو كمان ما بعرف شو عندكم، بس يا ربي ان شاء الله يكون معكم. انا مني بالعادة بطلع هيك على اللايف لاني مرضانة، انتو ما بتعرفوا اني كيف شو بحس انا هل، انتو ما بتعرفوا انا عم خبي وما بحكي وما بيهموا حدا. ليش لا يجي واعطيكم تعاسات؟ خلاص انا في العادة بنام. وعليكم السلام. فهمتوها؟ فخلينا نقعد وخلي انت كيف بين اهلك. والله انا صدقوني لما بشوف انسان سب الغدو، لما بشوف انسان محترم والله ما فيني اغلط عليه. والله كيف انتو فيكم تغلطوا على العالم؟ كيف فيكم تغلطوا على العالم؟ كيف تجيكم هالاحاسيس وكيف تجيكم هالقدرة؟ يعني لهالدرجة كره عندكم؟ ولا يهمني هذا تيك توك، يعني انا فاهمه شو هو تيك توك. خالف تعرف لا بدي خالف، والله لا، يا والله لا، بالعكس. هذا شوف منبر، ما بدي أحكم على العالم كلياته من هدول الأشكال، يعني لا لا لا، أنا يعني أنا أعمق من أني أحكم العالم من هدول الأشكال. والله بس هي هيك، الحمد لله وشكرا لله.
بس قديش حلو الإحساس لما حدا يجي واحد بيسب عليه، وصدقني أول شي بقوله لا تقولوا إنه والله فاطمة، قولي وي وي سأبكي، والله كلام يجرح يكب ساعدك. يعني الكلمة اللي نقولها لما أشوف أنا ما سبيت، تعرفوا شو بقولها؟ يا رب ليك الحمد والشكر إنه أهلي ربوني صح. يا نكرة أنت وياه، حاش ما يستاهلش. أكيد كلامي موجه للناس النكرة، بس أنا لما بشوف هدول أول كلمة بقولها يا رب ليك الحمد والشكر إنه أهلي ربوني صح. عندما نتكلم كثيرا عن هؤلاء أن مضيع الوقت، أن الحمد لله محترم ولي. الحمد لله، بس في عالم جديد، ما في في عالم جديد، بس أوضح للعالم جديد، والعالم جديد راح يوضحوا للعالم جديد البعض. أجيال هون، أجيال عم تتراكم ما شاء الله. بارك الله فيك مجاهد ابن فلسطين، شكرا، ربي معك الله على كل واحد. أنت من أي بلد في تونس؟ من تونس، الحمد لله وشكر لله. قناعات، قناعات داخلية، يعني أنا قناعاتي داخلية، عادي عادي عادي. وأحسبوا حساب الوقت، أحسبوا كمان حساب الوقت، الساعة 4 الفجر، فطبيعي جدا تلاقي حدا هل متخاصم هو ورفيقته ولا زوجته ولا خطيبته، فطبيعي جدا، أو واحدة متخاصمة مع زوجها فيسيبوا العقد في بنات الناس، فهمتوا؟ فطبيعي جدا لأنه يجي ويسب، عنده سبب، يمكن أعطاته كف هيك على وشه، لطمته كف، خلته نايم بالبلكونة في 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 هالطقس، فأعذروا العالم، يعني طبيعي، التمسوا لأخيكم 700 أم عذر، صح ولا؟ صح ولا؟ صح ولا؟ فأنا واحدة من الناس اللي بتعذر العالم، هدول الماكلين ماكلين كفوف. عادي شوفني، تخيلني هكا، وخاصةً كي لما يسمع نبرة صوتي قاسية، فهمت؟ فيه تخير الكف اللي أخذوا على أفاه. شو تتوقعوا؟ تضحكوا عليهم. يعطيكم إن شاء الله. قب 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 قالت ضحك والله.